مشاهدينا الوسط الفني كله طبعا امبارح جات له صدمه كبيره جدا من خبر وفاه الفنان الراحل ممدوح عبد العليم المفاجئ واللي توفي اثناء تواجده في صاله الجيم. اتفاجئوا طبعا بيه الموجودين بسقوطه على الارض وفورا طبعا نقلوه لمستشفى الانجلو، لكن في الحقيقه انه راح المستشفى متوفي وده اللي اكده الاطباء في المستشفى. ولكن لغايه اللحظه دي احنا مش عارفين سبب الوفاه ايه تحديدا، وخصوصا ان الفنان الراحل ما كانش بيشتكي من اي حاجه خالص يعني، والصدمه كانت كبيره جدا لاهله واصحابه. البقاء لله. ومن الفنانين طبعا اللي انهاروا فور سماعهم الخبر كانت الفنانة إلهام شاهين، واللي صرحت في المداخلات الهاتفية انها كانت بتحضر لبروف الترابيزة معاه عشان يبدأوا في تصوير الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، واللي كان دايما بيقول لها علي ما ينفعش يظهر من غير زهرة. بعد اللعبة ما خلصت كرهوها، كرهوا اي نتيجة طلعت منها. فتحت عيني على الدنيا لقيت نفسها بتتشقط من مكان لمكان، من ايد لايد، من ميت الغانم للملجأ للحلمية الجاردن سيتي، ومن ايدين مرات العمدة لايد نازق لايد بتوع الملجأ لايد خالتي سماسم لايد نازق تاني. من كل دول ما لحقتش تحس بالدفء والحنان، حتى بعد ما رسي بيها المطاف عند امها فضلت غريبة ومنبوذة. عادل هو الكل في الكل وهي على هامش، كبرت جواها وحشة وغربة وإحساس مر بإنها مش قد اللي حواليها وإنها مش مرغوب فيها من أي حد. أنا الوحيد اللي حسيت بيها يا عمتي. بتبكي؟ انت كمان حسيتي بيها؟ مش شفقة وتعاطف بس، لا، في احساس اكبر ربطني بيها. لو شفتيها هتعصريني. بنت هي زي النسمة، حلوة جواها احلى من براها. هي دي زهرة اللي ماما أنيسة عايزة تبعدني عنها، بس انا ما اقدرش. زهرة حقيقي ملهاش غيري، ولو تخليت عنها يبقى بموتها. اسمع يا علي، اوعى يا حبيبي تسمع كلام امك انيسه وابوك توفيق. ما تتخلاش عن المسكينه دي يا حبيبي، اقف جنبها الله يخليك. الله يخليك انت يا عمتي، انا متاكد ان محدش هيفهمني ويقدر مشاعري غيري. ده انت ابني يا علي، انت فاكر ان انت ابن انيسه لوحدها؟